متابعي قناة فاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي في دورة مجلس مدينة الدار البيضاء، الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 22 أكتوبر. يعني افتخرت عمدة مدينة الدار البيضاء وقدر نقولوا خرجت ساعينها على المعارضة وقالت بأن يعني ما تحقق في مدينة الدار البيضاء ممكنش يتحقق ما تحققش في السنوات الأخرى، واستدلت أيضا بقضية المداخيل وقضية الميزانية اللي بلغت 5 مليار، أزيد من 5 مليار درهم حسب وجهة النظر ديالها. صحيح أن فريق العدل والتنمية في مجلس المدينة شكك في هذا الرقم، ولكن هي أصرت على أن هذا المبلغ هو حقيقي ولا جدال فيه. من أجل مناقشة القضية هذه وقضايا أخرى بتتعلق بحصيلة مجلس مدينة الدار البيضاء والمكتب المسير لمدينة الدار البيضاء، نستضيف السي مروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو من الأحزاب التي تنتمي للمعارضة داخل هذا المجلس. السي مروان مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافة. سيمروال، كما قلت تقديم يعني العمدة فرحانة بالحصيلة ديال 3 سنوات، تتستدل بالمداخيل، تتستدل بالمنتزهات اللي تفتحات، تتستدل بالتراموي الباصوي، يعني بزاف الانجازات تحققت خلال 3 سنوات. شنو رايك؟ وهو بدايه اولا كنشكركم مره اخرى على الاستضافه. السيده العمدة، السيده رئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء، حقات تفتخر بالعمل ديالها، وحنا كمعارضه ما غنجوش نبخسوا العمل اللي دار هذا المجلس، هذا المكتب، انه كيحاول وكيدير مجهود، ولكن الحقيقه فيها ارقام اخرى وفيها معطيات اخرى وفيها هذا مزيان. سيد الرئيسه تفتخر ب 5 مليار ديال الدرهم ميزانيه الدار البيضاء والمداخيل المهمه ديال الدار البيضاء، ولكن خاصها تقول لنا شكون اللي كيحرص على هذه المداخيل. واش مكتب مجلس المدينه، المكتب المسير تاع مدينه الدار البيضاء، واش المكتب المسير هو اللي دار هذه المداخيل؟ نعم. او العمال والسيد الوالي والعمال اللي حرصوا على نسبه كبيره من المداخيل، شكون اللي في رايك؟ انا في رايي، وانا مسؤول في مقاطعه الحي المحمدي واعرف ما اقول، ان لولا المجهود اللي داروه العمال بتوجيه من السيد الوالي عدد كبير المداخيل ما كانت تجي مدينه الدار البيضاء، وبالتالي كنا نفتخروا بارقام ماشي ديالنا. هما تيقولوا بان في الولايه، ورجعوا لهذا الموضوع، يعني الولايه ولا مجلس مدينه كاين يعني عمل مشترك، فريق مشترك في تناغم تيخدموا لفائده ومصلحه مدينه الدار البيضاء. لا، غير قبل من هذه النقطه، كما قلتي السيده الرئيسه كتفتخر بزاف بالحصيله، والحصيله خصنا نذكروا فيها بعدا في اولويات. الحصيله النقطه، المواضيع اللي جات بها في بدايه الولايه ديالها، والمواضيع اللي جات طارئه بحضور سيد الوالي غنتكلموا عليها. المعطيات اللي تكلمت عليها السيد العمده والمكتب ديالها في بدايه الولايه، ما نساوش تكلمنا على حديقه عين سبع، وجابوا لنا مرارا وتكرارا، كل مره اتفاقيه، كل مره توصيه، وكل مره ولاو من هذا ما تفتحتش الحديقه، بل ان رجعنا لنقطه الصفر. المسرح الكبير ديال مدينه الدار البيضاء كتخسر عليه ميزانيه طائله، ولاو من هذا واقف. المدينه الانتاجيه اللي تكلمت عليها السيده الرئيسه، وهذه عام ونصف باش قالت لنا 6 شهور غنجيب لكم الارض، وراه كنتو كصحفيين في الجلسه، غنجيب لكم الارض وهذا باش ننطلقوا. الى يومنا هذا ما كاينش. المطرح ديال المديونه من بدينا الولايه وحنا كنتكلموا عليه، الى يومنا هذا ما في حتى شي نتيجه. الممتلكات ديال الدار البيضاء اللي مرارا وتكرارا طالبنا اننا يتعطانا الجر ديال الممتلكات، وطالبنا بيوم دراسي، درنا اليوم الاول ديال اليوم الدراسي، وقالوا لنا الجزء الثاني غنديروه باش نناقشوا ونعطيكم من الى يومنا هذا ما داش. فمجموعه من النقاط اللي كتهم التدبير الرئيسي ديال مكتب مجلس المدينه الدار البيضاء فيها تعثر كبير، فيها تعثر كبير. المنتزهات هذه امور اللي كنفتخروا بها كبيضاويين، ونحييو مكتب مجلس المدينه ديال الدار البيضاء على المجهود اللي داروا فيها، ولكن ما كانش مجهود فردي، كان تدخل ديال السيد الوالي اللي سرع الوتيرة العمل، سرع قلص من المده الزمنيه، كان مشرف بشكل شخصي على العمل ديال هذه المنتزهات، واللي خرجت للوجود وحنا مفتخرين به، ولكن فيها عيوب. خصنا نقولوا بان فيها عيوب. منتزه بشار الخير اللي في الحي المحمدي، هذا مكتسب ديال الساكنه كامله، ولكن فيه بزاف الاخطاء. كنعرفوا لحد الساعه فيه مشكل ديال الكهرباء ما بين كازا باي او ما بين ليديك اللي كانت ليديك. هذا السيكوريتي كاين 3 على 7 هكتار. ما يمكنش مجموعه امور، ما كاينش الواقي ديال الشمس. ما يمكنش. انا بغيت نطرح واحد السؤال كبير، هاد الاخوه اللي كيبرمجوا لهاد الحدائق وهاد المنتزهات في الدار البيضاء، واش ما كيفكروش ان كاينه الشمس؟ راه حنا المغرب راه اكثر من 7 شهور 8 شهور كاينه الشمس. واش ما نقدروش نديروا كراسي بالواقي الشمس؟ كنديروا 7 هكتار 8 هكتار مفتوحه، وما كنديروش للمواطن فين يجلس يضل على الشمس. الدرجة تاع الشمس هي غاليه. وهذه امور بديهيه. ملعب محمد الخامس، ملعب محمد الخامس اللي تكلمنا عليه مرارا وتكرارا، لحد الساعه باقي
كيروح مكانه. يعني انت تشوف هادشي كله داخل في اختصاصات تاع المجلس الجماعي اللي خصو يلقى الحلول لهذا المساله. بطبيعه الحال المسؤول المسؤول الاول والاخير هو مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء، هو اللي خصو يحرص على انه يخرج هادشي الوجود. الملعب ديال الدار البيضاء تكلمنا عليه مع الخميس، خضع لعدد كبير ديال الاصلاحات، وكل مره اصلاح وراء اصلاح. هاد الاخوان في المكتب الان ما عمرهم ما قالوا لنا شنو هو يصلح. اسيدي يديروا معنا غير الصواب، يهزونا كمنتخبين نزوروا هذا الملعب، يقولوا لنا ها هو اللي كيتصاوب، ها اللي غيتبدل، ها اللي غيدار. ومن العيب ان المنتخب ما عارف، فما بالك البيضاويين والساكنه واش غيعرفوا شنو واقع في في هذه الاصلاحات اللي هذا بدون ما كاين حتى افق الانتظار في هذا الملعب. ولكن المدافع عن التجربه هذه تيقول لك على الاقل حركوا الملفات اللي كانت راكده، والملفات اللي ما كانتش قدرات التجارب السابقه تتحركها. مثلا اللي هضرنا شي تاع الخطوط تاع التراموي، خطوط تاع الباسواي، الحدائق، يعني ملفات بسيطه اللي باقي ما تحلاش في اطار هذاك المخطط تاع البرنامج تاع مدينه الدار البيضاء. الى استثنينا مثلا غير المسرح الكبير وحديقه عين سبع، تقريبا جميع المشاريع خرجت في هذه الولايه. الخطوط ديال التراموي والباسواي باش نكونوا منصفين، هي ماشي مشاريع ديال مكتب مجلس المدينه، خرجت في هذه الولايه غيقولوا ماشي مشاريع ديال مكتب مجلس المدينه الحالي، وكان خصها تخرج هذه عامين وتاخرت بشكل كبير. اذا الفضل لهم هما اللي خرجوا العاتي وضروا البيضاويين وميران تكرار البيضاويين كيتسائلوا واش غيسالي هذا الشيء واش غيبدا. ما كانت ما كناش كنتواصلوا مع الساكنه، ما كانش هذا. ولكن لحسن حظ مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء هو ان نجا ملف كاس العالم 2025 وكاس كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030، هذا اللي خلى ان السلطات ما تبقاش مربعه يدها وان تدخل المعترك لانها مرتبطه بالتزامات، هو اللي خلى هذه الامور تسرع وتخرج للوجود. اذا انت تقول بان المجلس الحالي محظوظ بان دار والي، محظوظ ايضا بان كان احداث كبرى غتنظم في كاس العالم. طبيعة الحال محظوظ، محظوظ بالحدث لان الحدث هو اللي كيفرض هذه الاجراءات كلها. محظوظ انه والبيضاويين محظوظين، احنا ماشي ضد خروج هادشي للوجود، بالعكس احنا كنستبشروا خيرا وفرحانين، لان كل ما درنا البيضاوي فين يتنفس وفين فين يخرج، راه ما عندناش مراكز ديال الترفيه في الدار البيضاء. راه البيضاوي الا مشى خصو يمشي ياكل في ستاسيون ويخرج، ما عنده فين يمشي، ما عندناش. دابا حنا كبيضاوي ما عندناش فين نمشيو، وخص الابداع، خاص المكتب مجلس المدينه ما ينتظرش الوالي. وهنا غنرجع لمساله الوالي ومساله مكتب مجلس المدينه. وغير قبل ما تجاوب على السؤال ونطرح لك السؤال اولا، هو واش انت الناس اللي تيقولوا بان لولا قدوم الوالي المدينه الدار البيضاء، قدوم الوالي الجديد محمد مهيديه، لما تحركت هذه المشاريع هذا؟ وهو حقا للاسف للاسف، واخا انا ماشي من انصار هذه القضيه، لان دائما انا كنميل ان خص المنتخب تحترم ادواره وتحترم اختصاصاته وتحترم المجالات اللي كيشتغل فيها، والسلطات والسيد الوالي والسيد العمال المحترمين كيشتغلوا في المجال ديالهم. ولكن هنا كاين تفاوت في السرعه. الا خويتي بلاصه كيعمرها واحد اخر. الخطا ديال مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء انه لحد ساعه ما قدرش يكون هو اللي في القاطره، هو لوكوموتيف ديال هذه الاشغال. مرشد قال لك بانه رئيس مقاطعه المعارف والناطق الرسمي باسم مجلس مدينه الدار البيضاء قال بان الذين يقولون مثل هذا الكلام يصطادون في الماء العاكر، وبان كاين واحد التناغم وبان فريق متكامل داخل مدينه الدار البيضاء حاليا. وحنا ما كرهناش يكون تناغم، بالعكس احنا نبغيو ان مصلحه الدار البيضاء يكون تناغم، وحنا ماشي في صراع. السيد الوالي كيدير المهام ديالو والعمال كيديروا المهام ديالو، احنا كمنتخبين كنقولوا انتم تروجوا هذه الهضره بانكم بغيتوا تلغيوا العمل اللي تيدير المجلس حاليا. لا احنا بغينا المجلس يكون هو السباق. المجلس هو المنتخبين، هو اللي كيمثل البيضاويين، خصو يكون اكثر مبادره، اكثر جراه على الاقتراحات، اكثر جراه على الدفاع على مصالح المنتخبين. السيد الوالي كيقوم مهامه، كيجي يلقى شي فراغ غيديرو، كيجيب اقتراحات، كيجيب. ولكن حنا كمنتخبين واللي كيمثلنا مكتب مجلس مدينه الدار البيضاء، خصو يكون هو اللي حارس اول على اختصاصاتنا وعلى ادوارنا، لان لا يعقل ان تجي بعض الاجتماعات، وانا تكلمت عليها في الجلسه الثانيه ديال الدورات الاستثنائيه، لا يعقل نجيبوا مشروع ديال التهيئه العمراني ديال مدينه الدار البيضاء، مخطط كبير اللي كيهم المصير ديال الدار البيضاء اللي فيه معدل ديال المتغيرات واللي هي بشكل عام ايجابيه، ولكن ما يمكنش ان المنتخب ما شافهاش تجيبها في ثلاث ايام. سيد الوالي جاب لك الرساله، يعني ما شفتش الوثيقه انتم مثلا؟ الوثيقه ما درسناهاش. السيد الوالي جاب لك رساله والقانون كيعطيك 60 يوم باش تجاوب، او ما قدرتيش انك انت كمكتب مجلس المدينه تقول سيد الوالي اودي اعطينا واحد المهله ديال اسبوع 10 ايام بلا نجلسوا مع المنتخبين. يعني التزامن تدر ربما سابقا ان التزامن تزامن دوره عاديه مع دوره استثنائيه، وهذا
والخصوص ان حتى السيده الرئيسه ممثل الوالي فواحد لقيتها ما بقاوش بالقاعه يعني تزامن تلعب انشطه مع بعضياتها ما يمكنش. فهنا احنا ما كنقولوش بان ما بغينا السيد الوالي يكون كيدير الدور ديالو ولا احنا بغينا نبخسوا العمل ديال المكتب. احنا بغينا المكتب كيمثل المنتخبين خصو يحرص على ان المنتخبين يكونوا في القاطره لانه هما اللي ممثلين البيضاويين. واخا كاين واحد المشكل الان مطروح في مدينه الدار البيضاء هو قضيه المحج الملكي والناس اللي تيتريبوا لهم ديورهم في المحج الملكي، ولكن اللي تلاحظوا ان داخل دوره مجلس المدينه لا يناقش هذا الملف وكانه في وكانما يحصل في معزل اخر ولا في مدينه اخرى. شنو رايك في هذه القضيه؟ وهو انني تكلمت قبيله كنقول بان مكتب مجلس المدينه خصو يكون كيمثل البيضاويين ويمثل انشغالات وهموم البيضاويين. القضايا الراهنات البيضاويين خصك انت اللي تطرحها ما تسناش ان تجيك من جهه اخرى، انت اللي خصك تطرح وجهه نظر. وهذه اخوان الاغلبيه وهاد رؤساء الفرق الاغلبيه ما بغينا غير شي واحد فيهم يدير نقطه نظام ويتكلم على هذه القضايا. ياك انتم الاغلبيه وعندكم مريحه ومنسجمه تكلموا على هذه الامور. ما كاينش شوف ماشي غير المحج الملكي ديال هذا، راه كاين درمو الشريف المحمدي، كاين الفيده، كاين عدد ديال الديور اللي الناس خرجوا منها وهذه عامين هما باقيين ما لاقينش فين يسكنوا كارين من من من, من جيوبهم. حنا عارفين الاكراهات اللي كاينه ولكن خاص التواصل مع الناس، خاص حل هذا المشكل. حنا مع ان الاصلاح ديال مدينه الدار البيضاء، مع ان نحلوا المشاكل هذه المناظر اللي كتشوه مدينه الدار البيضاء، ولكن خصنا نخاطبوا الساكنه، نتكلموا معاهم، نقربوا لهم، نلقاو معاهم حلول اللي حتى هما كترضيهم. ما تشوف ان المجلس الحالي ناقص في قضيه التواصل مع بين الساكنه؟ لا نهائيا ما كاينش تواصل، ما كاينش تواصل مع المنتخبين. كيفاش غيكون التواصل مع البيضاويين؟ فاحنا كمنتخبين العلاقه اللي بيننا وبين المكتب شنو هي؟ عندنا الاسبوع اللي قبل الدوره دائما تخيل ان اللجان ب 84 85 86 نقطه كناقشوها في 4 ايام 5 ايام باش نصادقوا عليها في النهار السادس. هذا هو التواصل. يعني ما عندنا ايام دراسيه الدوره ما عندنا ايام دراسيه، ما عندنا لقاءات باش نتعرفوا على الملفات بشكل مسؤول وبشكل هادئ وبشكل هذا. هادشي المنتخبين ما عارفينش. نعطيك انا لجان تتبع اللي على شكليتها واللي ما كتخرجش الادوار ما كتناقش شكون اللي كيعقدها. غنلوموا السيد الوالي اللي كيعقدها واللي كيدعي لها هو مكتب مجلس المدينه الدار البيضاء. ما كتسدعاش ونزيد كثر هاد لجان تتبع ما فيهاش معارضه. شوف هاد اللهفه هادو لجان شكليه ما عندك فيها تعويض ما عندك فيها، ولكن لا خصنا نكونوا احنا خاص غير هما بثلاثه الاحزاب يكونوا اربعه يكونوا في هذيك اللجان تتبع يكونوا في هذا، ما تبقى ما خصو يكون في والو. هذا كيفاش غتسنى منه ان يشارك في المستقبل؟ ولكن انتم داخل المعارضه داخل مجلس المدينه الدار البيضاء واش كاين شي تنسيق بيناتكم؟ حيت بانت واحد البوادر تاع التنسيق في بعض الملفات ولكن ما استمرش. واش ما قادرينش تنسقوا بعضياتكم كمعارض داخل مجلس المدينه الدار؟ لا بالعكس، حنا بدلنا واحد درنا مبادره ومن خلالها طلبنا بلجنة تقصي الحقائق من عم محمد الخامس طالبنا بيوم دراسي ديال الممتلكات ديال الدار البيضاء، استجبوا اليوم دراسي الممتلكات نصوا باقي ما دارش لجنة تقصي الحقائق الى يومنا هذا ما دارش، حيت ما يمكنش نبقاو نعطيو الفلوس للناس ونحيدوا لهم بلا ما نحاسبوهم. ما يمكنش. الو درنا مجموعه من المبادرات، احنا طبيعه الحال الظروف ديال الاجتماعات كتجي صعيبه وهذا، ولكن احنا اكيد غادي نواصلوا التنسيق وغنوصلوا التواصل وماشي كنصفقوا كمعارضه باش نعرقلوا العمل في المجلس. رانا كنقول لكم اي عمل جاء ايجابي غنصفقوا ليه لان في الاخير احنا كيهمنا مصلحه البيضاويين. احنا ونفرحوا ان ينجح مكتب مجلس مدينه الدار، حيت الا نجح راه نجحنا كلنا الدار البيضاء، ولكن ما فيها باس ملي كتكون اخطاء راه خصنا نقولوها. لان للاسف دابا الاخوان في الدوره وفي الاغلبيه غريبه في اللجان تقول عكس ما تقول في الدوره. في اللجان الجميع ينتقد وكيقول الحقيقه اللي كنقولوا كنا في الدوره، نحن منسجمون، نحن على صف واحد، نحن هذا. علاش دائما يصرون على قوله القضيه نحن منسجمون؟ وهي ديما كتكتب واحد الكلمه، القوله اللي كتبقى تكرر بزاف هي العكس ديالها هو الحق، هو الصحيح. يعني ما كاينش نسجم، لان لو كنتي محتاج كنتي منسجم ما محتاجش تقولها لنا. مادام ان عندك مشاكل داخلك وما قادرينش تواصلوا على ابسط الملفات، ملي كتجيو للدوره كيكثروا عليكم الضغوطات كتبداو حنا منسجمين راه حنا هذا وماشي حنا ما كنديروش الشيخ والمريد كنختلفوا في الاخر. مزيان اسيدي، ولكن هادشي عطوني يبان النتائج ديالو غير في العمل. في العمل دابا بقات لنا واحد تقريبا واحد سنتين، يعني السنه الاخيره ما تنحسبوهاش لان كنت في الانتخابات. بالنسبه لك اشنو الملفات اللي خاص هذا المجلس يكب عليها حاليا في هذه العامين هذه؟ اولا خصو يخرج هادشي الوجود اللي باقي. انا مع المدينه الانتاجيه مهمه
لان غتحل مجموعه مشاكل في الدار البيضاء منها سوق الدجاج في الحي المحمدي. تتهضر على التهجير تاع الاسواق تهجير الاسواق لان ترحيلها فوالا هذيك الترحيله غيعطينا وعاء عقاري كبير اللي نديروا فيه مرافق ترفيهيه للمواطنين لان الدار البيضاء بحاجه لمرافق ترفيهيه بهركه من العقار. والتقرير التقييمي اللي جا لهذا المخطط العمراني راه قال اللهم ان هذا منكر، راه قال بان اللوبيت العقار راه سطع على هكتارات الاراضي من 1000 هكتار 1200 في العام كيديو. وبالتالي هذا الترحيل غيحل المشاكل ديال النظافه والبيئه والتلوث اللي كاين في المناطق لا في الحي المحمدي ولا في سيدي عثمان ولا في غيرها، غيعطينا عقارات مهمه. ونتمنى ان هذه العقارات ما يتامروش عليها ويدوزوها هذا، خاصها تكون مراكز ترفيهيه واجتماعيه وثقافيه للساكنه. خاص المسرح الكبير خصو يحل مشكلته والمكتب عليه ان يترافع. شنو المشكل ديال المسرح؟ لا نعرف. على المكتب ان يترافع. السيد الوالي اكيد انه منفتح وعنده رغبه انه يجي خصو يترافع معاه، وخاص المكتب لان عيب ان الدار البيضاء بحجمها ما عندهاش مسرح كبير وما عندناش قاعه المؤتمرات. فين هي قاعه المؤتمرات اللي وعدونا بها مع لا سي دي جي وقالوا لنا غنصوبوا واحد القاعه فيها 2000؟ هادشي راه كله مجموعه الاتفاقيات دارت مع المقاطعات فيها فلوس هائله، راه باقي عدد كبير فيهم ما خرجش الوجود. ونزيدك من الحوايج اللي كنطالبوا في هاد العامين ان خصها تكون شويه العداله المجاليه. راه ما يمكنش ان مقاطعات بعينها كدي الثلثين ديال الحصه ديال الاستثمار ومقاطعات مكان. انا نعطيك مثال بسيط. عماله عين سبع الحي المحمدي فيها ثلاثه المقاطعات ما واصلاش 2 مليار ديال السنتيم او ثلاثه من ينتخب المجلس ديال دابا الاتفاقيات. ايه نعطيك مقاطعات الحي المحمدي الاتفاقيات اللي داروا معاها جوج، وحده فيها 350 مليون وحده اللي دارت فهاد اللجنه فيها 650 مليون، حتى حاجه باقي ما شفنا فيها. 350 راه دارت عامين. يعني تتوقف على الاتفاقيات ولكن ما كاينش اتفاقيه وهذا في الوقيته اللي مقاطعه واحده في الجلسه الاولى ديال هاد الدوره دات 23 مليون ديال الدرهم زائد اربع اراضي. واش هذا هو العداله المجاليه؟ فانا من اللي كان طالب هاد سنتين هاد الميزانيه تكلمت فيها السيده الرئيس وكتفتخر بها وقالت كاينه 600 مليون اللي غنخليوها للاستثمار وهذا، تحرص على ان راه كاين مقاطعات متضرره، كاين تفاوت في التوزيع ديال هاد الاتفاقيات. خاص الامور تكون عادله ما بين جميع المقاطعات السطاج ديال الدار البيضاء. سي مروان شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا متتبعي قناه فاسبريس، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.